اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش قالب توست في الفرن. المكونات: شرايح توست، جبنه كريميه، جبنه تشادر مبشوره، جبنه رومي مبشوره او حبه صغيرين منها، جبنه موتزاريلا مبشوره، بودره ثوم، بودره بصل، زعتر، شرايح جبنه، طماطم متقطعه، ومشروم، لانشون، وزبده. هنبتدي الاول نسخن شويه زبده على نار هاديه. نقطع اللانشون نحطه في الزبدة، بعد كده نحط المشروم، رشة بودرة بصل وبودرة ثوم، طماطم، ورشة زعتر. وبعد كده نحط شوية من الجبنة الرومي، جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا. شوية من الجبنة الكريمي، وبعد كده هنجيب التوست هذه الشرايح كده كلها فوق بعض، نقطع كده في النص، نهدي النار، نجيب صينية فرن عليها ورق زبدة، نحط أول شريحة من التوست مش متقطعة زي ما هي، نقدم كده كل واحدة بجبنة كريمية، نحطها فوق الشريحة التانية. رصينا كل الشرايح كده فوق بعض وفي الفتحة في النص، هنبتدي دلوقتي نجيب الخليط اللي احنا عملناه.
نقلب منه شويه مع الجبنه. عايزين نبتدي معلقة صغيره نحشي الفتحه دي في النص. نشيل كده اول واحده. بعد كده نجيب شرايح الجبنة نقطعها كده وندخلها الفرن لحد ما الجبنة تسيح. الجبنه ساحت، ممكن بقى يتقطع ويتقدم كده. الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش قالب توست بالجبنه في الفرن، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير تفاح بالكريمه. مكونات عصير تفاح: كريمه خفق، سكر، وبودره قرفه. هنبتدي الاول بعصير التفاح. كريمة الخفق، سكر، قرفة، نقفل الخلاط. تمام. ممكن نزين بس بشوية صوص كراميل. رشة قرفة كده من فوق. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير تفاح بالكريمة، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.